متواصلين معاكم مشاهدينا بعد هذا التغرير. يمكن الحين الكل يتساءل عن ضيف حلقتنا لهذا اليوم، هو خبير المطاعم، اخونا طلال الراشد، شاب كويتي قدر يتميز في مجاله وحاليا متواجد معنا ايضا هني في الاستديو. حياك الله معي اخوي طلال. الله يحييك سلمك، يعطيك العافيه. الله يعافيك ومنورنا وجودكم. قبل عندش موضوع حلقتنا الامانه، يعني نشكر احنا اخونا طلال ان لبى دعوتنا ويانا من دبي ودايركت على طول اول ما وصل هني يانا هني الاستديو. كل الشكر لك حبيب، تسلم، تستاهلون. الله يطول بعمرك، تفزول الكويت هذا يعني لازم. الله يطول بعمرك، نشكرك على تلبيه الدعوه وهذا الشيء محسوب لك الامانه. نبي نتكلم موضوع المطاعم، يعني خبير مطاعم، ناس وايد تسالون شنو يعني خبير مطاعم، فبنوصلها الحين عن طريقك حق مشاهدينا. يعني خبير مطاعم طبعا يروح مطاعم وايد، يعني بالوقت خلينا نقول من انا شخصيا من 15 سنه دائما اكل برا، نفس وايد كويتيين يعني كلنا احنا ناكل برا، والحين بعد اكثر، بس انا طورت الموضوع اكثر. يعني شلون طورته؟ يعني ما اروح نفس المطعم، دائما اروح مطاعم جديده. اذا سمعت انه في مطبخ جديد او كوزين جديد فاتحينه، خلنا نقول بالكويت، أول لما كنت موجود بالكويت لازم أروح أجربه، حتى لو مو مجربه من قبل. يعني أغامر، ما عندي مشكلة أروح مطعم حتى لو أحد قايل لي ترى مو حلو ترى، بس أنا عندي إحساس إنه في أشياء ممكن تعجبني أروح أجرب. يعني أنا أقرر المطعم اللي أروح له. يعني ما عندك مشكلة بالأكل؟ ما عندي ولا مشكلة بالأكل أكيد. يعني أهم شيء إنك تذوق الأكل وتعرف شنو نوعيته وأعرف شنو فيه وشون سووه. وبعدين مع الوقت أخذت الموضوع جد أكثر ودرست فندقة. ولما درست فندقة دخلت اشتغلت بفنادق بكذا مجال مو بالأكل، بعدين اشتغلت بمطعم فترة طويلة في دبي. حلو كلام. وهناك وأنا اشتغل بالمطعم رحت قمت أجرب مطاعم دبي واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني، وعرفوني هناك لأن كل ما أجرب شيء أكلم المدير أو أكلم الشيف أو أكلم صاحب المطعم وأقول له ترى ملاحظاتي كذا كذا كذا، وردة فعلهم هي اللي بينت لي إن أنا عندي قدرة على التذوق، إني أعبر عن، عندك حاسة قوية بهالموضوع. يعني هم بمنظورهم. لما نعرف شلون كانت بدايتك بهالموضوع؟ يعني كفندقة ولا المطاعم؟ لا المطاعم. المطاعم شفت إن أنا أحب هالمجال وايد، يعني حبيت وايد الأكل أول شيء. يعني خلينا نتكلم من الأساس، بيتنا مهم الأكل فيه. والوالدة يعني وايد مهم عندها الأكل يكون من نوع معين مستوى معين، ما كنا ناكل بمطاعم وجبات سريعة وايد، كنا لا نطلع يعني نروح مطعم مرتب أو ناكل بالبيت. فكبرت عندي يعني معايير معينة ما أطلع عنها، وقمت حتى المطاعم اللي اختارها مطاعم من مستوى معين. فحسيت أن أنا مو بس أحب الأكل، أحب المطعم كجو. يعني الحين مستانس أنه قاعد أصور بمطعم، يعني فأحب الخدمة، أحب الأجواء عجبتك وايد، أحب إيه أرتاح بالمطعم، يعني أحس مكاني، أحب السيتنج شلون يحطون الأطباق شلون الخدمة شلون الاستقبال. قمت أخذ المطعم مو بس كأكل، أحس فيه كله كتجربة كاملة، يعني من تدخل لين تطلع شنو يصير. يعني أنت بدايتك كانت في المطبخ نفسي. مطبخ بيتكم؟ مطبخ بيتنا، اي كنت دائما ادخل. صح، يعني كنت تعطي يعني رايك بالاكل لما الوالده تسوي لك طبخه معينه؟ دائما، واهتم شنو مسوين غدا وشلون مسوينه، بس ما كانوا يخلوني اطبخ. ما تزعل الوالده؟ تتضايق. كلها كانت تقول لي اطلع برا، بس انه ما، عشان شيء ما اطبخ انا، ما كانت تخليني اقعد. انت يعني ما لك بالطبخ؟ ما اطبخ لا نهائيا، ولا ابي اطبخ. مش ما عندي اهتمام، ما عندي اهتمام، لان احس ان، يعني انت قاعد تقول انك تحب الاكل. احب الاكل وايد، بس تحب التذوق وايد. احب ادوق واعرف حق الاكل عدل. أوكي. واقدر اقول حق شيف ترى لا مو صحيح، واقدر اقول له ترى هالمنطقه بهالدول هذه مثلا احنا عندنا الخليج، انا عارف ذوق الخليجيين، ما تسوي كذي او لا تسوي كذي، وممكن برا بمكان ثاني ينفع هني لا. بس اطبخ اكتشفت ان انا زين باني اركز على المطعم من جانب الخدمه مو من جانب الطبخ. الطبخ يعني هو اللي يمسك المطبخ، شلون من جانب الخدمه؟ يعني اللي هو السيرفيس نفس الخدمه، التقديم، النظافه، الديكور، استقبال الضيوف، التعامل معاهم، الشكاوي. شفت نفسك يعني انت من هالناحيه؟ هذا اللي فيه نقص اصلا عندنا احنا في المنطقه اكثر من الاكل. الاكل حلو في دبي، في الكويت، في قطر في مطاعم حلوه، بالسعوديه في مطاعم حلوه، بحرين، كل مكان هنا في مطاعم حلوه، حتى في عمان والبحرين اقل من دوله لدوله. يعني بقطر اقل عدد المطاعم، بدبي وايد في ما يخلصون، بالكويت معقولين، شيء ينقص هني شيء ينقص هني، بس الخدمه هي اللي فيها مشكله في كل مكان في الخليج. زين، ايش موضوع دراسه الفندقه؟
قررت أدرس، يعني صارت لي فرصة. كنت أشتغل في مجال مختلف أنا، وما زلت أنا فيه غير الفندقة، وفترة صار عندي مثل إجازة طويلة كنت أقدر أني أدرس أو أسوي شيء أنا أحبه خلالها. وقررت أدرس في سويسرا، سويسرا مدرسة اسمها جليون، هي تعتبر ثالث مدرسة بالعالم. وهم من ضمن البرنامج كان أن نشتغل بمطعم المدرسة وكطباخ فترة 10 أيام، وبعدين 10 أيام كسيرفس كخدمة. حلو أن شاب كويتي له ميول في دراسة الفندقية، وأيضا في موضوع المطاعم، وأنه يكون متذوق ويعطي رايه حق الشيف إذا كان الأكل حلو ولا مو حلو. صح، تقعد تشوف أنه في إقبال من الشاب الكويتي في نفس المجال اللي أنت فيه؟ في، مو بس يعني الكويتي، إيه خصوصا الكويتي طبعا، لأن في شيفز مشهورين بالكويت، يعني في طباخين معروفين بالكويت ومن زمان، من قبل لا أنا أدخل في هالمجال. بس من كخدمة لا، أقل أنه يكون مسؤول عن، احنا بالمطاعم نقول الفلور او الارضيه اللي هي المكان اللي يقدمون فيه الاكل، قليل عندهم اهتمام، لان يربطونها بمستواهم الاجتماعي وان الناس تشوفهم يشتغلون مطعم. بس الطباخ لا، يعني بالكويت اخذ برستيج احسن، يعني الناس تحترم الطباخ اكثر، خصوصا اذا كان يملك المطعم. لانه هو اللي يوكلهم. بالضبط، لانه هو يوكلهم. والطباخ لانه في سلطه نوعا ما بالمطبخ، وشافوا هم بعد شيف رمزي يصرخ وهذا، فعبالهم الله ابي اصير كذي. بس يعني احس هذا اللي شجع الخليجيين خصوصا الكويتيين انه يدخلون هالمجال. بس ما في برامج كانت تركز على مدير المطعم او على الشخص اللي يدير الويتريه، ما كان لهم ظهور اعلامي، ما كان لهم ظهور. وبعدين مره ثانيه لان تقديم واشيل واحط، فانا من ما انا ما يرضوا، يعني مو برستيج بالنسبه لهم، مع ان انا اشوفه وايد اهم. الطباخ وايد ناس طباخين فيه بالعالم متوفرين، اللي يطبخ حلو متوفرين، بس اللي يدير مطعم يقدم خدمه مميزه، يعرف يتعامل مع الزباين، يحافظ على الزباين، يخليهم يرجعون، يجيب زباين مهمين، هذا اللي صعب. يعني اللي حاب انه مثلا يقدم على الوظيفه، في شروط معينه لازم تكون متوفره بالشخص نفسه حق اي وظيفه؟ يعني التقديم طبعا مهم، شروط وايد مهمه، مثلا الشكل مهم، النظافة مهمة، القدرة على الكلام، سووا الاختبار، حتى جسمه لازم يكون مرتب، يفضلون شخص رشيق يقدر يشيل الصينية، يقدر يشيل الأكل، يقدر يشيل، يعني ينظرون له. اللي يدخل هالمجال حتى ما يحتاج يسوي اختبارات، انت بالنظر مع الخبرة تعرف هالشخص ينفع ولا لا. ينفع حق هال، لازم ما يكون خجول، اي لازم ما يكون خجول، يعرف يتعامل مع الناس، قوي، طويل البال، طويل البال، يحب الاكل، يحب هالمجال، مستعد يحفظ المنيو، مستعد يحفظ كل شيء بالمنيو، مستعد انه يعني فيها دراسه. ما يصير تشتغل بمطعم وانت ما تدري شنو الاكل، لازم تدرسه صح ومن وين جاي حتى، لان في زباين يسالونك اسئله يعني صعبه احيانا. حتى طبعا انت جربت جميع الاكلات تقريبا. الكلام خلينا نتكلم اول شيء على اكلاتنا الكويتيه. اي شو الاكله اللي تفضلها؟ مرق سمك. يا سلام. هذا شيء اساسي. اي أول سمج. هي بعدين الأكلات الثانية كلهم يعني، بس طبعا السمك بالدرجة الأولى. أحب مرق السمك، خثرة، طبق، زبيدي، بعدين يجون الأكلات الثانية. لا المشاهدين ترى يوعنا. إيه يوعنا يوعنا طلال. يعني عازمنا أنت الحين وراه على سمك. حاضر، مو الحين يعني، لازم تعطوني يومين ثلاث. لا أكلم الوالدة تنطرني يومين. لأن لازم بالبيت يعني. ف حلو كلام، يعني بعد يومين، يومين غدا وعشاء بيكون عندك. حياكم. بس حلو، انا وستاف العمل موجودين هنا. حياكم. وعلى سمك، ها اللي تختارونه. بس حلو كلام، وانت تطبخ عاد؟ امور لا ما اطبخ. تبي بطونكم تعوركم. زين، نبي نعرف الاكلات الخليجيه الحين. بعد انا من عشت في دبي تعلمت على اكلات خليجيه وايده، ما كنا انا ما كنت اعرفها كلش. يعني مثلا قطر مضروبه وايد حلوه عندهم. السعودية يقولون السليق، بس ما جربته. السليق وايد حلو بس ما جربته. ما جربته ما جربته، ما رحت السعودية فترة طويلة يعني. بالإمارات في يعني طباخة مشهورة عندهم، دائما أتعامل معها، دائما أطلب منها، يعني إماراتية. ممتاز. بس أكلها يعني عجيب، ما تخيله. عندهم أكلات حلوة الإمارات، بس ما في فرق كبير بين دول الخليج. شنو الأكلة اللي يتميزون فيها بالإمارات؟ أكلة بالإمارات مو موجودة عندنا. كنت مرة عليك أكلات وايد هناك، وأنا كنت عايش هناك. إي بس ما أذكر، يمكن المالح، مع إن إحنا عندنا مثل الخباط. بس هم يسمونه مالح ويقدمونه بشكل مختلف، اللي هو السمك اللي تكون سمكة مجففة، وبعدين يفتفتونها ويحطون إياها
خضره شوي و... بس ما اذكر شو اسم السمكه. احنا عندنا الخباب نسميه بس ما نسوي بطريقتهم، مختلف يعني. تختلف يعني كان شويه حتى البحرين طبعا هم قريب منه. وعمان عندهم المدفون، جربته روعه. المدفون اي اللحم يلفونه باوراق موز وكنا يدفنونه بيمر بعدين يحطونه مع العيش شيء كذي، ما اذكر. جربته عاد ولا لا؟ اي جربته. شلون كان؟ شنو هذا هو؟ اي جربته روعه، وايد حلو. يتميزون فيه هناك بعمان. اي وايد حلو. فوق تظهر يا من دبي بتيوعني وتمشي. اي انت شوف انا شلون. الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب. نبي نعرف المعايير اللي دائما انت تعتمد عليها في تقييمك حق الاكل. قدامك الحين وجبه. اي حلو، قال لك تعال طلال تذوق هالوجبه هذه وعطنا نظرتك فيها. طعم، اول شيء الطعم، ناقصه ملح، زايده بهار. اي ما طالع الشكل، ما طالع التقديم اول شيء، بعدين التقديم عندي انا. اول شيء عندي الطعم. في ناس يقول لك احنا نعتمد على الشكل. لا انا ما اعتمد على الشكل. نظريه صحيحه هذا، نعتمد على الشكل قبل لا يتذوق. يعتمد، انا ما انظر للمطعم كمكان يطلع فلوس، انظر له كمكان الشخص يستمتع فيه ويتعلم فيه انواع الاكل والاطعم، مو اني ابيع. يعني في ناس يقول لك لا الشكل مهم لان انا ببيع، ابي الناس يقولون يعني ابي هذا اللي بالصوره شكله حلو. انا ممكن اكل صحن تشوف شكله تقول شلون تاكله، بس طعمه بالنسبه لي لذيذ ما يهمني الشكل. بس طبعا تقديم حلو انه يكون، يعتمد على نوع الطبق، يعتمد على المطبخ. يعني الفرنسي حلو انه يتقدم طريقه الطبخ شكله حلو ترتاح نفسيا. اي وبعدين في اكلات حرام ما يبين شنو المحتويات اللي فيها، في اكلات لا مو مهم انه يبين المحتويات اللي فيها، خلي يكون مخلوط مع بعض حالاته كذي. زين هذا المخلوط مع بعض، انت شنو تقييمك حقه؟ شلون تقيمه؟ طبعا يعني لما اذوقه اهم شيء احس ان الاشياء اللي فيه طعمها مبين، مو البهار غالب عليها ولا الملح غالب عليها، ولا مثلا اذا كان مطبوخ بالكريمه طعم كريمه وايد او طعم حليب وايد او ماي زياده. يعني اشوف ان اهم شيء البالانس. ممتاز، اهم شيء. اصحاب المطاعم ما يزعلون عليك لما تعطيهم رايك؟ بالعكس يستانسون، يحلمون يعني باحد يكلمهم يقول لهم بالضبط شنو. يتقبلون، ما عندهم اي مشكله طبعا اذا طبيعي يعني اذا انسان يفهم بهالمجال. بس اذا هو عنده غرور وهو قاعد يفرض شيء على الناس ولازم، بس معظمهم طبيعيين يبون يعني. مرت عليك مواقف ناس ما استقبلوا رايك؟ رحب الصدر قليل؟ لا ما مر، بالعكس، لان انا اقولها بطريقه صح، ما هي بعصاب ولا لا شنو هذا ولا لا لا، اي قاعد اقول له بالعكس انا عجبني كذا كذا. لازم انت تكون ايجابي اول ما تنتقد، بعدين تقول له شيء، بعدين تقول له ملاحظاتك. اي خصوصا لما انت تكون تعبان على شيء، واصحاب المطاعم وايد يتعبون. وايد يتعبون. يعني الاكلات العربيه اللي تفضلها شنو؟ العربيه يعني برا الخليج. برا الخليج احب لك اللبناني. لازم كل 10 ايام احب لك اللبناني، اقدر المزات يعني، هذا التبوله فتوش اللي احب. بس الطباخ يعني وايد حلو المصري بس بالبيت احبه. يعني احب الاكل المغربي بعد، بس هم صعب 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 تحصل مغربي لذيذ. صعب صعب جدا. من اي ناحيه صعب؟ يعني صعب مطبخ يعني صعب. بالخليج يعني غزك ولا بالمغرب نفسه؟ ما رحت المغرب بس انا اقدر اقيم اعرف يعني. وايد صعب تلقى مطعم مغربي لذيذ. ليش؟ إيه هو مطبخ صعب يعني، مكونات اكلهم يعني صعب يكون، صعب تسوي هني لان وايد من مكوناته من المنطقه هذيش وبعيده المغرب تعتبر. وبعدين وايد في يعني في خلط بالاطعم مو بالمحتويات. يعني سويت مع ساور، اللحم يكون مع برقوق مع شيء حالي، صعب انت تسوي هالتوازن. وبعدين لا مطبخ وايد صعب مو سهل. ما يعني ما تفضل نقول؟ افضل روعه بس صعب تسويه حلو، صعب يعني تضبطه قليل يعني. زي الاكلات الاوروبيه احب، انا نمبر 1 بالعالم عندي احلى اكل فرنسي. الفرنسي شو احلى اكل؟ ألذ مطبخ، اكثر مطبخ خلاني انبهر يعني. لما رحت فرنسا واكلت اكثر يعني اكثر كوزين خلاني يعني كذي اصرخ ايش كثر لذيذ. يعني نقدر نقول سبب دخولك حق هالمجال اكل فرنسي؟ لا من زمان انا احب الاكل يعني من قبل، بس هو اللي يعني اللي لذيذ. بس هم ما تحصله الا بفرنسا لذيذ،
صعب تحصله مكان ثاني. نفس المغربي صعب، مو اي احد يقدر يتقن الاكل. من اي في مطابخ سهله وفي مطابخ صعبه. طبعا انت يعني جانب الاكل والفنادق والتذوق تحكي كذا لغه. اي شنو اللغه يعني لا علاقه بالفندقه طبعا. لان اذا تشتغل بفندق او انت بمجال السياحه والفندقه وحتى المطاعم حلو انك تقدر تتواصل مع كل الناس، تحاول كثر ما تقدر. بس ما فيها صعوبه؟ انا بديت شوي شوي، كنت تعلمت اسباني اول شيء وبعدها بسنه وشيء تعلمت ايطالي، لان شفت انه في تشابه بينهم قلت ليش لا يلا. فاضيين قاعد كنا بالكويت يعني. فبعدين فرنسي بس صدفه يعني، فرنسا رحت فرنسا درست بمعهد هناك الجامعه يعني بعثتني، لان اخذت كورس فرنسي وسويت زين فيه وادوني. فكان يعني لغتك الفرنسيه زينه؟ اي وايد. والاسباني معقوله، الفرنسي احسن. غيرهم يعني درست سنه بسويسرا فتقوت، واشتغلت بفندق بسويسرا وكان كل شيء بالفرنسي حتى اللي يشتغلون معي فتقوت. واخر شيء تعلمت تركي 2005 بديت. ما شاء الله عليك وايد، لان حبيت اسطنبول احلى مدينه عندي انا بالعالم. موهوب ما شاء الله عليك. اي احب الناس واحب اتكلم وايد، فمهم عندي. ما تكفي لغتين ما تكفي. لازم كذا لغه عشانك تكون متواصل مع الناس. يعني اي احب اكون بمكان افهم يعني ايش قاعد يصير، احب اتواصل مع زين. انت الحين جيت من دبي للكويت وديرتك ومنورنا، جوعتني وجوعت المصورين والمعدين، وقلت انك بتعزمنا بعد يومين على سمك. اي مصجي. اي بس سمك؟ اي بس انا ما احب اكلات وايد يعني. سمك يعني؟ اي اذا الاكله حلوه المفروض بس هي. وشنو راح يكون؟ فرنسي ولا؟ لا لا كويتي. قاعد تقول انت فرنسي، فكنا اكيد مسوينا طبخه فرنسيه. كويتي؟ لا لا كويتي ما في. فرنسي قاعد اقول لك هناك بس صعبه حيل، ما راح تضبط. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. ومنورنا حبيبي. ونشكرك على تلبيه دعوتنا لك. اشكركم انت وبس. وموفق ان شاء الله من هلا يا رب. حبيبي تسلم. كلمه حاب توجهها حق منو؟ حق المشاهدين، حق اللي حابنا يبتدي نفس بدايتك ويكون في نفس مجالك. انا اكيد في ناس الحين تتساءل شلون يشوفوني وين يعني وهذا، وانا حابين يتواصلون معك عن طريق انستغرام. حسابي بالانستغرام اسمي طلال نقطه الراشد، طلال تي اي ال اي ال نقطه اي ال ار اي اس اتش اي دي اخر شيء. وبالسناب شات نفسه بس من غير نقطه، طلال الراشد. السناب طبعا متنوع اكثر، مو بس عن الاكل، بس موستلي عن الاكل. ممتاز. وعندي بلوج بس مو حق الخليجيين، بالانجليزي وقليل المتابعين، وما اكتب فيه وايد الا عن اشياء معينه يعني. اللي حاب يدخل هالمجال، هالمجال اعتقد نفس الفن، نفس الرسم، نفس الموسيقى، نفس ال اذا ما فيك هذا الشيء مو طالع من داخلك ما راح ترسم، راح تكون تضيع وقتك. ممتاز. يعني افضل واحد يظل يروح بس ياكل ويستمتع، لا يضغط على نفسه. وانا افهم بهالمجال وهذا، لان فعلا نفس ما الموسيقار عنده حاسه سمع قويه عشان كذي هو يبرع بمجاله، ونفس ما الرسام عنده ايد قويه وعنده اختيار جيد للالوان من الله، حتى الشخص اللي في هالمجال من الله حاسه التذوق عنده. وهذا كلام انا ترى اكتشفته بعدين عقب ما دخلت في هالمجال حيل، بعد ما تعمقت فيه. بعد ما تعمقت فيه حيل، مو من زمان انا هالفكره ببالي، الحين انا عرفت انه ما هو بسيط. الله يعطيك العافية. طبعا شلون تحفظ كل هالمحتويات؟ وايد في اشياء الواحد يعني. اكيد اكيد. هذا كله يبي له يكون من داخلك يعني. الله يعطيك العافية وموفق ان شاء الله ومنها على يا رب. حبيب تسلم. مشاهدينا متواصلين احنا معاكم، لكن نشوف هذا التقرير ونرجع نتواصل معكم.